خادم الموقع، ودايما انا ببدأ كده. يقع هذا المسجد في القسم الشرقي الحربي، هنشوف دلوقتي اللي فيه الابراج. بصوا كل الابراج اهي، شايفين كل الابراج الطرفة والصفة. طبعا لو شلت المطاف وشلت الحاجات دي كلها هنطلع الابراج اللي احنا شفناها من بره. جامع سليمان الخادم، وسليمان الخادم ده كان والي عثماني على مصر ايام السلطان سليمان القانوني. الراجل جه عمل هنا جامع بحاجة غريبة جدا. ازاي؟ كان في هنا مسجد صغير قوي 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 من العصر الفاطمي اسمه مسجد ابي منصور قسطة. اوعى تكتبوا ايش، طب معرفش الكتاب كاتبها ايه. ابي منصور قسطة. فالراجل اللي هو سليمان الخادم هدم المسجد وساب المقبرة. المقبرة بتاعت مين؟ ابي منصور قسطة. الكلام ده كان سنة 535. جه سنة 900 عشان تفتكروا التاريخين، 900 يعني بعد 400 سنة، 935 سليمان الخادم هد الجامع بتاع ابي منصور قسطة اللي من العصر الفاطمي. العصر الفاطمي عشان هسألك انت جوه اهو، بقول في العصر الفاطمي، وساب المقبرة وبنى الجامع على الطراز العثماني. ايه هو الطراز العثماني؟ اللي بيتكون من قسمين، القسم المغطى اللي هو مكان العبادة بيت الصلاة، والقسم المكشوف اللي هو الصحن. ادي سارية الجبل او سليمان الخادم، اسمه كده. وهقول لكم جوه ليه جيت التسمية باسم سارية الجبل. تعالوا بصوا المنظر عشان الامتحان. قبة كبيرة مركزية اهي وحواليها انصاف قباب، بس القبة مش عاملة زي محمد علي. يعني ايه مش عاملة زي محمد علي؟ عليها مجموعة من البلاطات القشاني اللي واخد لون اخضر او رمادي ومش متكملة، انما محمد علي عبارة عن خشب مش متكملة وقعت. انت شايفين هي مش متكملة خلاص، انما محمد علي كان ايه؟ خشب وعليه طبقة من ايه؟ رصاص. من الرصاص. انتوا معايا يا جماعة ولا مو معايا؟ ايه اللي جايبك هنا؟ يخرب بيت مصر، انت عارف ان انا جاي هنا ولا ايه؟ لا والله انا قايمه بقرص من على الارض. بص اهو، انما واخده برضو شكل التايتل ايه، او واخده شكل الستايل العثماني. انتوا معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ قولوا ايه. لا حنان خلاص. يبقى بنقول جامع سليمان الخادم 935، مكان جامع ابي منصور قسطة 535. قبل ما اخش الجامع تعالى اوريكم حاجه للعلم. ليه العلم؟ المحكة بتاع القلعة، تعالوا نشوفوه. ليه؟ محكة. ربنا يهدك انت وهي. ليه؟ خلاص؟ في الاثار يا دكتور. بصوا وانا بره قلت لكم ان السور الشرقي اللي هو جهة المقطم مش هنشوفه. هتشوفوه من شارع صلاح سالم. ادي البرجين اللي عاملين زي القرون اهو. بص ادي الرملة والحداد. الابراج اللي انا قلتها من بره اللي واخدين شكل تلات ارباع دايرة. يبقى انا لو مشيت كده هيبقى هنا ورا المبنى ده برج الامام، ولو مشيت شوية كده هيبقى المكوثر، وبعدين المبلط وادي القلعة. هي بص القلعة بتاعت محمد علي اللي فوق. اذا انا في قلعة الجبل. طبعا هم في الايام الاخيرة روقوا المكان ده ونظفوه وعملوا المحكة اللي امام حضراتكم، واصبحت برج الرملة. بكرر تاني، هو برج الرملة وبرج الحداد خلفية للمسرح اللي بيتعمل. طبعا مش اي حد بيجي يشوف هنا، في اي بي بس، بيتعمل هنا في الصيف مسارح. وعلى فكره في اغاني، معرفش انتوا ما بتاخدوش بالكم، والتنوره والبتاع دي، بس لما بيكون الرياسه جايه في هذا المكان هي اللي تتفرج على هذه الحفلات. محكه يعني مكان مخصص ان بيحكي، مفروض ان بيحكي تاريخ مصر، انما بيستخدموه دلوقتي مسرح عادي للضيوف والحاجات دي. خلاص نخش بقى. مين عمل الدكتور؟ نعم. مين عمل المحكة ده؟ مين؟ المحكة ده جديد. حسن مبارك وسوزان مبارك. هجرية. دكتور يس. كان جامع ابي منصور قسطة اللي بناه هذا الوزير الفاطمي ايام الخليفة الامر، وجاء سليمان الخادم هدمه تماما وأقام هذا المسجد العثماني الطراز وأبقى على المقبرة. يوسي طبعا بيتكون من قسمين زي ما انتم شايفين. بيتكون من قسمين، القسم اللي هو بيت الصلاة ودي المساحة المكشوفة اللي من بره. تعالوا هنا بيت الصلاة بيختلف عن جامع محمد علي. في جامع محمد علي قلت اربع اكتاف بيشيلوا اربع عقود، هنا بقى ايه؟ درقاع. بصوا الحته دي اسمها درقاع، درقاع مربعه. الراجل عاملها باربع عقود مدببه، هي الدرقاع مربعه. انتوا معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ معايا. الدرقاع المساحه المنخفضه اهي باربع عقود، ادي واحد
اثنين ثلاثة أربعة، بس العقود هنا عقود إيه؟ مدببة. أرجوكم تركزوا معايا والنبي، ماشي خلاص؟ نعم. دور قاعة مش دركة، دور قاعة يعني قاعة زي الصحن المغطية. صحن مغطية. خلاص؟ مش دركة، الدركة اللي ورا الباب، دور يعني في القاعة زي القاعة. صحن مغطية. خلاص؟ وبعدين أدي عمل أربع عقود. وجبة هنا عمل ثلاث أنصاف أربعة، يعني هنا أدي ربع نص مربع وورايا نص مربع وورايا نص مربع، علشان كده هنا التغطية إيه؟ قبة مركزية وثلاث أنصاف. أقول تاني؟ أقول تاني؟ بصوا هنا التكوين إيه؟ بتتكون من مساحة مربعة، بصوا، وثلاث مساحات أخرى، زي بنقول ثلاث سجلات، ثلاث مساحات، كل مساحة منها مغطاة بنص إيه؟ يبقى هنا بتختلف عن جامع محمد علي باشا. محمد علي باشا الراجل عمله تصميمه حلو، عمل مساحة مربعة من أربع أكتاف وراح عمل حواليه أربع أنصاف قباب، إنما الراجل هنا عمل إيه؟ عمل لنا ثلاث أنصاف مربعات، أدو نص اتنين تلاتة، وفي النص عمل إيه؟ درقاع. غطت درقاع بقبة. طب القبة أقيمت إزاي؟ عن طريق الأربع عقود. طب النص ده عمل لي نص عقد، عمل لي عقد، وده عمل لي عقد، إنما هنا عمل لي عقد في الجدران اللي هي فوق دكة المبلغ. اتفهمت؟ اتفهمت يا ميرفت؟ نعم شفت إيه؟ انت بقى يعني انت سايبه الكبير ده وجايه للصغيره؟ ده الاطار ده زمان بس. نعم دي اسمها دايما المنخفضه، المنخفضه عن الايوان نفسه اسمها درقاع. عندي بص، ودي اللي احنا قاعدين عليها اسمها مرتبه، مش مرتبه انما عليه ايوه الحته ده. نظام تركو دي دكه مبلغ، دي دكه مبلغ. في مساجد القباب مش منقوش عليها الايه؟ القباب مش منقوش عليها؟ لا، في كتير قوي قباب منقوش وفي كتير قوي قباب غير منقوش مش خلاص؟ بصوا بقى الجهه الجنوبيه الشرقيه المحراب. المحراب مزخرف بالرخام الملون، صح؟ زي المملوكي بالظبط، رغم ان انا هنا في العصر الايه؟ العثماني. المنبر بصي من الرخام. اهو القمه بتاعته دايما قمه المنبر يا جماعه عامل زي قمه الميزانه برضه، اهو قمه مدببه من فوق، وادي دكه المبلغ. الميزه هنا في الجامع بتاع سليمان باشا الخادم او سليمان الخادم او زي ما بيقولوا ساريه الجبل، الميزه هنا ان الزخرف قريبه من المملوكي. عارفين ليه قريبه من المملوكي يا ميرفت؟ لان هو لسه قريب من العصر ايه؟ المملوكي. تعال عصر محمد علي بنجد فن الباروكو والروكوكو. ليه؟ الفن الاوروبي بدا يطغى ومحمد علي جاي من مقدونيا. انتوا معايا؟ يبقى هنا اللي في ايوه، فبالتالي الاساليب بتيجي وبتختلف وبتيجي وبتختلف. الزخارف هنا طبعا كلكم شايفينها كتابات بالخط النسخ عباره عن ايات قرانيه او ما شابه ذلك. خدوا بقى دي من عندي، لاسمه سارية الجبل. ولا واحد مش موجود عندكم في الكتاب، ولا واحد لغايه دلوقتي عالم في الاثار قال ليه اسمه سارية الجبل. جت منين الاسم؟ محدش يعرف. هو اسمه سليمان الخادم، اللي بناه سليمان الخادم الولي ايام سليمان القانوني السلطان سنة 935. امال سارية الجبل ازاي؟ مين هو سارية الجبل؟ سارية الجبل كان قائد من قواد المسلمين ايام عمر بن الخطاب، يعني كان زميل عمرو بن العاص. والراجل ده خد جيش وطلع من المدينة المنورة اللي هو سارية، سيدي سارية، وراح بلاد الشام. عمر بن الخطاب بيخطب من على المنبر في المدينة المنورة، وفجأة قطع الخطبة وقال يا سارية الجبل الجبل، ركزوا معايا انتوا مش معايا، قال يا سارية الجبل الجبل. ولما نزل بعد انتهاء الخطبة الصحابة بيقولوا له انت قطعت الخطبة وبتقول يا سارية الجبل الجبل ليه؟ قال جاني هاتف، هاتف كده جاني وقال ده جيش بقيادة سارية في بلاد الشام هيحصروا البيزنطيون. لما قابلوا سارية الجبل بعد كذا شهر وقالوا له تعالى يا عم ده الخليفة نزل من على المنبر وقال كذا كذا، قال سمعت الهاتف بتاع الخليفة عمر بن الخطاب واحتميت، يعني اختبيت ورا الجبل عشان ما يشوفنيش الجنود البيزنطيين. سواء الرواية صحيحة أو غير صحيحة، المكان في بلاد الشام، وسارية من أيام في المكان الجبل في بلاد الشام، المكان اللي احنا فيه، وسارية ايام عمر بن الخطاب. لا هو ايام ابي منصور قسطه ولا هو ايام العثمانيين. جاء
جت ازاي ما حدش يعرف. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى انت هو دكتور على علوم معين في الجبل او يمكن اعلى قمه ولا حاجه فسرق سرق يعني معناها علم يعني او لا 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 سرق ده اسم واحد اسم قائد واخد وسمي بسريه الجبل لان اختبأ ورا الجبل في بلاد الشام. قلعه الجبل ما نعرفش ما انا بقول لا اسمها سريه مش ساريه ده سريه جزء من الكتيبه او ما شابه ذلك. خلاص يا جماعه يبقى لما لناش دعوه اسمه ساريه الجبل انما هو الاصح اسمه سليمان باشا الخادم.